مشكلة الخدمات مشكلة أساسية اللي يعاني منها البلد على وأيضا محافظاتنا. التقصير هو معروف اليوم. هنا سابقا الحكومات السابقة وهناك مشاريع متلكية، وأيضا احنا الآن في طور استئناف عدد من المشاريع. كلجنة خدمات احنا متابعين لبعض المشاريع المهمة والاستراتيجية في المحافظات. تم إعادة العدد من المشاريع اللي كانت متلكية ومتوقفة من 2013. الكثير من المشاريع انعادت للعمل وانحالت للشركات، اذا كانت شركات قطاع خاص او شركات حكوميه. احنا الصراحه بعض المشاكل اللي جاي نواجهها هي بسبب الشركات اللي تم اختيارها. هسه بعض منها اذا كان شركات رصينه توجد هناك تدخلات من قبل جهات، يعني صراحه مع الاسف اللي جاي تعيق عمل بعض المشاريع الاستراتيجيه اللي احيلت، اذا كان على مستوى الماء وإذا كان على مستوى المجاري أو المشاريع الأخرى. إحنا صراحة كلجنة خدمات اجتمعنا أكثر من اجتماع، وأيضا في وقتها كان اجتماع لنا مع الأخ رئيس الوزراء، وطالبنا بأن يكون إحالة المشاريع المجاري إلى شركات رصينة وعندها كفاءة مالية حقيقية، مو مجرد أنا عندي شركة وعندي أموال وجيب له خطاب ضمان يشتري مشترى ويقدمه. بالتالي اليوم إحنا جاي نعاني معاناة كبيرة خصوصا في بعض المحافظات، وبالخصوص اللي هي ديالة وحيلها لمشروعين مهمين.